ففي جامعة الأنبار والموصل وسامراء خرج الآلاف من الطلاب في تظاهرات ووقفات رفعوا خلالها شعارات تندد بالعدوان الصهيوني على القطاع، فيما نظم موظفون في دائرة صحة صلاح الدين وقفة احتجاجية طالبوا خلالها العالم بالتدخل وإنهاء مأساة الشعب الفلسطيني. هذه رسالة ضعيفة، أعتقد كل الدول الإسلامية موقفها ضعيف، كل الدول العربية موقفها ميت. نحن شعوب نشعر نفسنا ميتين، نحن شعوب نشعر بنفسنا غير مسلمين غير وحدانيين. أنا البارحة لن أستطيع النوم بصراحة عندما شاهدت الصور الفضائية من القنوات الصينية التي بثتها والتي خجلت الدول العربية أن تعرضها في قنواتها. حجم الإبادة، حجم الفاجعة، حجم الإبادة، قنابل لم تستخدم في الحروب العالمية استخدمت على قطاع غزة. قد علمتم اليوم وفي هذه الفترات التي متتالية ما جرى على أهلنا في فلسطين وغزة من اعتداء إجرامي شنيع من قبل المجاميع الإرهابية اليهودية على أهلنا في غزة، وكان هذا اعتداء منافي للإنسانية، راح ضحيتها مجموعة من الأبرياء والأطفال والنساء، وغزة تبقى حرة أبية. ومن خلال قناتكم الموقرة ندعو كافة الأمة الإسلامية بل والإنسانية كافة إلى أن تساند أهلنا في غزة. قامت مستشفى سامراء العام بجميع كوادرها الفنية والإدارية والطبية بوقفة احتجاجية ضد ما قام به الكيان الصهيوني يوم أمس بقصف مستشفى المعمداني. هذا القصف الوحشي الذي أدى إلى استشهاد ما يقارب 500 شخص من نساء ورجال وأطفال، هذا لا يدل إلا على الوحشية السافرة التي تتعامل بها الكيان الصهيوني. وهذا عدوان غاشم واضح يقتل فيه الأطفال والنساء والرجال العاجزين، شعب محاصر ويضرب بالدبابات ويضرب بالطائرات ويضرب بأنواع الأسلحة. فوقفتنا هذه ستكون إن شاء الله ثابتة اليوم وغدا وفي كل وقت، لن نتخلى عن إخواننا. إحنا عاجزين تماما أن تقدم أي شيء، يعني كل اللي نقدر نسويه اليوم هو أن نساندهم بالدعاء وبالمال إذا في حال صار شيء، لكن مع الأسف الصمت العالمي والصمت العربي حقيقة يعني شيء يشعرنا بالخذلان. صلينا صلاة الغائب على أرواح الشهداء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل دماء الشهداء نبراسا للأمة وأن يثير في نفوسهم إن شاء الله حمية الغيرة لنصرة أهلنا في القدس وفي فلسطين عامة، وإن شاء الله فلسطين محررة بإذن الله جل وعلا، ولن يهمهم ما أصابهم بإذن الله لأنهم موعودون بالنصر من الله. إن شاء الله ستصيب أعداءكم وسيأتي النصر من الله عز وجل.